ليبل وانت تيجي اللي هي اساليب التقديم علشان اقدم صديق فور بريزنتي انامي. في ثلاث اشكال للتقديم ممكن استخدمها. الشكل الاول هقول مثلا سي لو هقدم واحد بس او سي سو لو هقدم اكتر من شخص. زي مثلا سي ندى سي عمر. سيسون ميزامين أصدقائي، سيسون ميفوازين جاراتي، سي مون فوازان جاري، سي مون كوبادو كلاس زميلي في الفصل. أيا كانت علاقتي بيه أو اسمه أنا بقدمه بحاجة زيها، يعني بقدمه يا إما بالعلاقة اللي بينا كصديق أو جار أو بقدمه بالاسم بتاعه. الحالة الثانية أو الأسلوب الثاني فواسي، فواسي لوحدها مش محدد لي مثلا حاجه للمذكر وحاجه للمؤنث، هي فواسي او اللي بعدها الاسم. فواسي سيلين، فواسي لورا، فواسي مارتان. هقول الاسم على طول او اقول برضو علاقته بيا. فواسي مون بروفيسور، فواسي مون كوبا دو تنس زميلي في نادي التنس او في فريق التنس. الحاله الثالثه او الاسم الثالث فيرب سابلي، فيرب سابلي معروف بتصرفاته جو مابيل، تي تابيل، إل سابيل، إل سابيل، نو نو زابلو، فو فو زابلي، إل سابيل، إل سابيل. لما أقدم بيها شخص لازم أحدد الضمير اللي هستخدمه. إذا كان ولد أستخدم إل، بنت تبقى إل، جمع مذكر إل أفيك إس، جمع مؤنث إل أفيك إس. هقول مثلا إل سابيل ألي، إل سابيل سلمى. Il s'appelle Pierre et Antoine. Elle s'appelle Lucy et Julie. أما بقى التقديم النفسي لما أقدم نفسي أنا، الضمير اللي هستخدمه كله هو الضمير الشخصي المتكلم اللي هو الضمير جو. فأقدم نفسي جو مابيل، أقول اسمي، سني أو الجي كانزو مثلا لو أنا في أولى ثانوي، أقول جي كانزو عندي 15 سنة. جابيت أوكير أنا ساكن في القاهرة أو أون إيجيبت. جيم لو فرونسي إي لو روج، الميول بتاعتي ليجون أنا بحب الفرنساوي واللون الأحمر. وأقول جو نيم با لو نوار إي لي مات، برضو أنا بحب كذا أو ما بحبش كذا.